السلام عليكم، ازيكم؟ انا عارف ان انا لسه كنت عامل حلقه عن اثيوبيا وعن سد النهضه، بس الاخبار اللي في الفيديو ده ما تستناش، دي اخبار قنابل مش اخبار. كميه معلومات اللي في الفيديو ده مختلفه، وده وعد اول مره هتسمع عنها، ده وعد الا لو حضرتك متخصص او عالم او حاجه زي كده. انا ما اعرفش ايه، بس الاخبار اللي بيننا وبين بعض، يعني بين الناس العاديه، خلي بالك انا بتكلم كاني بتكلم مع واحد صاحبي، انا ما بتكلمش من شاشه ولا اي حاجه، انا بتكلمك كاني بتكلم مع واحد صاحبي بالظبط. ايه الاخبار دي؟ اول خبر طلع من اعلام جبهه التحرير التجريه. جبهه التحرير التجريه بتقول لك على فكره وزاره الدفاع الاثيوبيه طلعت بيان النهارده خطير جدا. بتقول لك ايه؟ بتقول لك على فكره كان في مجموعه ارهابيه اخترقت الحدود السودانيه، وخلي بالك من توقيت الخبر ده، النهارده 22، انا بكلمكش على اي خبر تاني، خبر النهارده. مجموعه ارهابيه اخترقت الحدود السودانيه الاثيوبيه وراحت على اقليم بني شنقول، والحقيقه المجموعه دي تكون من 1262 بني ادم او مقاتل. اول ما دخلت المجموعه دي تم التعامل معاها من قبل الجيش الاثيوبي تعامل شديد، وقدروا ان هم يتكلبوا عن المجموعه دي بشكل كبير، ما ادى ان في جزء منهم هرب، جزء التاني تم قتله، وجزء التالت تم القبض عليه. انا مش واقف عند الخبر في حد ذاته، يعني الكام يوم اللي فاتوا دول بنسمع اخبار هامشيه عن اخبار زي كده، انا حتى ما بحبش اقولها، بس انا واقف عنده ان وزاره الدفاع الاثيوبيه اتهمت قوى خارجيه منهم مصر والسودان على حسب تصريح جبهه التحرير التجريه. اول مره وزاره الدفاع الاثيوبيه تذكر مصر والسودان بالاسم. طول عمرهم بيلمحوا، بيشيروا، بيستخدموا مصطلحات، ماشي، قوة خارجية بتتدخل في اثيوبيا، قوة مش عارف ايه، انما المرة دي في الوش بقى، المرة دي من الاخر. ده خبر. خبر التاني بيقولك ان تركيا دعت جميع رعاياها لمغادرة اثيوبيا فورا. معنى كده ان بشكل رسمي ان طيارات اردوغان راحت على الارض، العشر طيارات اللي سلمهم لاثيوبيا زي ما انا قلت لك في الفيديو اللي فات راحوا على الارض، هما طيارات بيار قدر، منهم اربعه وقعوا وسته ما زالوا موجودين مع الجيش الاثيوبي، فاعتبرهم ان هم مش موجودين اصلا. تاني حاجه، تم الغاء زياره اردوغان لاثيوبيا رسميا بناء على خبر ده، مش بناء على اي بيان او اي حاجه. واحد بيقول لرعاياه يمشوا هيجي هو يزور ابي احمد؟ استحاله. ليه بقى؟ لان اللي انا هقول لك عليه ده حاجه غير طبيعيه واخبار بشعه. ايه اللي حصل؟ طلع موقع اسمه ديلي مافريك. ديلي مافريك ده موقع مش شهير بس قوي، يعني ده موقع بيعمل تحليل وحاجات زي كده. الموقع ده نزل مراسل على الارض في اثيوبيا. انا بس في جزء انا مشتت فيه شويه، انا معرفش ليه المراسل ده نزل بعيد عن اديس ابابا في نقطه تبعد 270 كيلومتر، معرفش ليه. خلي بالك المقاله دي مش نازله النهارده، المقالة دي نازلة بقى لها يوم، فأنا معرفش ليه المراسل ده نزل في نقطة تبعد 270 كيلومتر وراح اتجه على العاصمة. اسمع بقى الكلام عشان الكلام هيحلو. المراسل ده بيقولك على فكرة أنا لما رحت وفي طريقي للعاصمة أديس أبابا اكتشفت مفاجآت مذهلة، وهي أولا كمية نقاط تفتيش غير طبيعية كتيرة جدا. رحلتي خدت 7 ساعات من كتر نقاط التفتيش. بس اسمع عشان ده بيحكي لك من قلب المعركة، يعني كأنك بالظبط أنت رحت ومشيت في أثيوبيا. بيقولك أولا أنا خدت بالي من حاجة، إن نقاط التفتيش دي كلها أسلحة خفيفة، ما لقيتش طيارات هليكوبتر، ما لقيتش دبابات، ما لقيتش مدافع، كلها نقاط تسليح خفيف. انا كل التكنولوجيا اللي انا شفتها مع العساكر دي حاجه واحده، AK-47 او كلاشينكوف، دي الحاجه التكنولوجيه الموجوده، غير كده مفيش. احدث حاجه واحدث نظم تمويه الجيش الاثيوبي ان انا لقيت عربيات بيك اب محطوط عليها طينه عشان يغطوها، نوع من انواع التمويه. ده فضيحه، الراجل مش مصدق نفسه، قال لك انا جاي وعامل حسابي ان في تكنولوجيا طيارات بدون طيار كتير، الكلام ده كله انا ملقتش حاجه من دي. ده الجنود اصلا لبسهم مش متناسق، يعني الجنود اليونيفورم بتاعهم مش متناسق. ده اول حاجه. تاني حاجه، انا لقيت عناصر من المخابرات واقفه، لقيت عناصر من الشرطه المدنيه واقفه، لقيت عناصر من الدفاع المدني واقفه، كل دول عاملين نقاط تفتيش كتيره جدا. بس كل نقطه اقعد ابرز التصريح بتاعي او ان انا صحفي وكده، عاوز يوريهم ان هو صحفي. بس المفاجاه الكبرى، ماشي، المفاجاه الكبرى ان الراجل ده لما وصل عند العاصمة أديس أبابا، طبعا هو قابل كمين مشدد جدا، قعد فيه 90 دقيقة لحد ما دخل العاصمة. بس بيقول لك أنا في اللي شفته ده أو من خبرتي على المواقع اللي أنا عديت عليها دي كلها، ده بالظبط اللي أنا شفته في أفغانستان، وهو إن كل الكمائن دي مستعدة لدخول العاصمة أو الهروب للعاصمة عشان جبهة التحرير التجري عمالة تتقدم بمنتهى السرعة. وده بالظبط اللي حصل في أفغانستان، الانهيار الدراماتيكي. اسمع عشان الكلام ده خطير جدا جدا. كل الناس دي مستعده لاشاره واحده تجري على العاصمه جوه، يعني كل النقاط دي ضعيفه جدا جدا وكلها عربيات وبتاع، عايزين يجروا، مستعدين للجري، عارفين ان هم هيقعوا. الحقيقه
ان الراجل لما دخل لقى ان في ناس عماله تساله عن واحد جاي من جنوب افريقيا اتقبض عليه ومختفي. الواضح كده ان هو برضو داخل تبع جبهة التحرير التجري، او الشرطة قبضت عليه ان هم معتبرينه تبع جبهة التحرير التجري لان هو مش نفس اللون او بشرته مش سمرة كفاية فاختلط عليهم الامر. ممكن، بس قالك انا لما دخلت انا لقيت الناس كلها بتتكلم على الحرب. ده اولا، في استعدادات كبيرة جدا من الناس وفي خوف كتير جدا من الناس اللي جوه العاصمة. لحد هنا الكلام ماشي. الراجل حط لك 4 سيناريوهات، واسمع بقى القصة هتمشي ازاي. خلي بالك الراجل ده متخصص، الراجل ده برينز. حط لك 4 سيناريوهات. قال لك ايه؟ قال لك على فكرة الحرب دي هتخلص كالآتي. اولا، ابي احمد الظاهر كده بيشتري وقت، دليل لتصريحاته الاعلامية كتير قوي، فالظاهر ان هو بيشتري وقت. بس انا واخد بالي ان هو بيشتري حاجة مش موجودة اصلا. يعني ابي احمد ما عندوش وقت اصلا، مفيش وقت يشتريه، الراجل ده هيقع. فالسيناريو الاولاني بتاع شراء ابي احمد للوقت ده مبني على ايه؟ مبني ان ممكن ابي احمد عمال يمد في المعركة مدة طويلة عشان في الاخر ياخد شروط لو قعد في التفاوض، والراجل نفسه بيستبعد حاجة زي كده. لان ابي احمد من منطلق شخصيته، وانا هحكي لك ليه قدام، من منطلق شخصيته وتكوينته الراجل ده مش هيقعد يتفاوض، الراجل ده هيحارب لاخر نفس. طب تاني سيناريو، قال لك تاني سيناريو والله ان قوات الجيش تقلب سيناريو معركة، وانها تتغلب على جبهة تحرير تجري وتعرف انها تتغلب عليهم وتحاصرهم وتقلب بقى مسار المعركة. وانا برضو بستبعد كده. ليه؟ قال لك والله لان من اللي انا شفته ده مفيش خطة اصلا. الجيش الاثيوبي ما عندوش خطة. ده ابي احمد الخطة الوحيدة اللي عنده التصريحات الاعلامية والتغريدات والكلام اللي طلع ده كله. انما الراجل اصلا كخطة جيش، كخطة عسكرية، مفيش. فانا برضو استبعد حاجة زي كده. قال لك السيناريو الثالث، والله السيناريو الثالث بقى يعتمد ان الجيش الاريتري يفوق كده ويخش تاني معركة ويهبط في قوات تحرير تجري، فتضطر تتكهكر للاقليم بتاعها عشان تدافع عن الاقليم ضد قوات اريتري. وانا جيت على فكرة حللت لك وقلت لك قوات اريتري عندها نفس خبرة حرب العصابات بتاعت جبهة تحرير تجري، ان هم قعدوا يحاربوا بعض سنوات. فقوات الجيش الاريتري لو دخلت الحرب ممكن تقلب موازين القوة تاني. بس الراجل برضو استبعد حاجة زي كده. ليه؟ قالك على فكرة لو جيت تبص على العقوبات نزلت كلها على الجنرالات بتوع الجيش الاريتري، فلو أسياس أفويركي اللي هو رئيس اريتريا أمر جنوده بعمل عسكري ضد جبهة تحرير تجري هيلاقي معارضة شديدة جدا من الجيش الاريتري. خلاص كل العقوبات الغربية اللي نزلت على الجيش الاريتري نزلت على القادة، فالقادة نفسهم مش متحملين ان هم يتفرض عليهم عقوبات تاني، ما ينفعش. فهيلاقي زمجرة وهيلاقي اعتراضات وحاجات زي كده. ده اصلا لو فكر ان هو ينقذ ابي احمد. فقال لك انا برضو استبعد حاجة زي كده. يبقى فاضل السيناريو الرابع، وهو سقوط ابي احمد، وهو ده السيناريو اللي احنا ماشيين فيه. الراجل فجر لك مفاجأة غير طبيعية، واسمع بقى اللي حصل عشان يعني الكلام ده جديد. قال لك انت عارف ان ابي احمد ده دكتور؟ ايه رأيك بقى؟ قال لك والله دكتور. قال لك ده واخد دكتوراه من معهد دراسات السلم والامن في اديس ابابا. فالراجل ده دكتور، واكتر دليلا ان الراجل معاه جائزه نوبل. يعني الراجل مش سهل، طلعت سقف له. بس الواضح كده ان دي كانت غلطه من بتوع جائزه نوبل، والدليل ان هم رشحوا هتلر اصلا. يعني انت عارف ان هتلر اترشح لجائزه نوبل 1933؟ بس ده كان مشرع سويسري كان بيهرج، يعني فرشح هتلر نوع من انواع التريقه يعني 1933، ودي كانت نكته. فالظاهر دي نفس الغلطه او حاجه. فده نقطه. النقطه الثانيه وانا بقولك عليها، ان واضح كده ان ابي احمد معاه دكتوراه في السلم والامن فما يعرفش حاجه عن العسكريه. والدليل ان زي ما بيقولك الراجل مفيش خطه عسكريه اصلا للدفاع عن اديس ابابا، والجيش عمال ينهار واحد ورا التاني، وحتى نقط التفتيش ضعيفه جدا وجاهزه للانسحاب. فالراجل ده ما عندوش خطة عسكرية. وفجر لك مفاجأة بقى، واسمع المفاجآت، احنا لسه هنقول كلام، امشي بس معايا، ده الكلام هيحلو. قال لك ايه؟ قال لك ابي احمد ده من ساعة ما جه ما سابش صراع او حاول يتجنب صراع، ووقع في كل الحفر اللي اترسمت له. ما هو الراجل دكتور بقى، ده برنس، يعني راجل برنس ودكتور، فانت شايف الشهادة ماشية ازاي. فبيقول لك دخل خلاف مع اقليم تجري، وهو اقليم داخلي، بدل ما يحتوي الاقليم ده دخل في خلاف، ووعد ان الخلاف ده او العملية العسكرية هتكون في وقت قليل جدا، لحد ما العملية العسكرية دي انتهت على حدود العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وظهر كده ان الراجل مروح. تاني حاجة، الراجل دخل في خلاف مع مصر، ما استمعش للامريكان او للغرب، معاند لاقصى درجة، لجأ للمعسكر اللي هو الصين وروسيا، عمل كل حاجة. الراجل ما سابش حاجة غلط غيره وعملها. الراجل ده مودي اثيوبيا في داهية وهو رايح في داهية. قال لك عيب ابي احمد حاجة واحدة بس،
ثقته الزايدة جدا في نفسه، عنده ثقة في نفسه غير طبيعية، وراجل واهم لأقصى درجة. الراجل ده مش عايش معانا على الكوكب، الراجل ده مش عايش معانا، ثقته في نفسه دي هي اللي هتجيبه الأرض. المقالة موجودة والراجل الكاتب موجود، واسمع المفاجأة بقى. أبي أحمد من كتر ثقته في نفسه يعني طلع النهاردة وقال على فكرة بقى أنا هتقدم الكوات والأرواح اللي راحت دي مش أغلى مني، فأنا هنزل وقود الكوات بنفسي بنفسي في الصفوف الأمامية. معناه كده ان ابي احمد هيوحشنا. والله كان راجل برنس، والله والله كنت بحبه من كتر الاخبار التحفه اللي كان بيطلعها لنا كل شويه من اثيوبيا. في الاخر انا بس عاوز اقول لك حاجه بالدليل وبرهان، بالدليل وبرهان، قاعده مصريه ما ضربتش السد في عز ما الامريكان نفسهم قالوا لك اضرب السد. يعني انت كان معاك جرين لايت من ترامب، صحيح كنت انت بتفكر او كنت انت حاسبها ان ممكن بايدن لو جه بعد ما انت تضرب السد يقول لك انت ضربت السد ليه، ممكن ويفرض عقوبات، ده كان سيناريو. بس في الاخر انت ما ضربتش السد وانت معاك جرين لايت. اوعى تنسى دونالد ترامب لما طلع قال لك اضرب السد، او انا متاكد ان المصريين هيضربوا وينسفوا السد ده. The deal was done and it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way and they'll end up blowing up the dam and I said it and I say it loud and clear they'll blow up that dam. وانت ما ضربتوش، انت عكست كل النظريات اللي طرحت امامك شعبيا دبلوماسيا وحتى غربيا. الغرب كان متأكد ان انت هتضرب السد، العالم كله كان بيراهن ان مصر هتضرب السد، ما ضربتوش. وطلعت في خطاب وقلت لا يجوز بنا ان نقلق، لا يجوز بنا ان نقلق. مترتب كويس واحنا مش وليد اللحظة التفكير فيه، ومصر دولة كبيرة لا يليق بنا، لا يليق بنا ان نقلق ابدا. الكلمة دي معناها كل يوم بيوضح اكتر من اليوم اللي قبليه، والكلمه دي كبيره قوي، واللي على الارض بيعكس لك معناها، اللي بيحصل على الارض في اثيوبيا بيعكس لك معناها، سواء بقى القياده السياسيه كانت عارفه اللي بيحصل ده او مراهنه عليه. يعني لان انا قلت الكلمه دي قبل كده واتفهمت غلط، يعني القياده المصريه ممكن يكون لها يد في دعم جبهه التحرير التجري وانا ما اعرفش والله اعلم، وممكن كانت بتراهن على السيناريو ده. سواء الاثنين، انت طلعت في خطاب وقلت لا يجوز بنا ان نقلق، وفي الاخر رئيس وزراء اثيوبيا الله يرحمه هيروح الخطوط الاماميه اللي الراجل اصلا او المراسل ده نزل وقال لك اي كلام يا باشا. الناس دي هتجري هتجري. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط. وابي احمد تعيش وتفتكر. سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السابعه